لا نمشي للعرس ما عنديش مشكل دايوغ، يعني جا وقعنا صديق هو اللي داير العرس. انا دايوغ فيتا قلتها انا كنتمنى على انهم يعطيوهم الصناره، بس ما يعطيوهم الحوت كل نهار، يعطيوهم الصناره ويخليوهم هما يصيدوا. كنتمنى انهم يكون عندهم ام تي بروجي اللي هما يخدموا ويشقاو، اما لي اكس 1 ان 1 راه عندنا منهم الالاف في المغرب. بداك رزقهم الله يسهل عليهم والله يسعدهم، وكنجرو تحيه والله يكمل عليكم بكل خير. واش نقول لك التوندونس اللي نهضروا عليها راه من زمان، وهي للاسف فيها غير الفضائح وفيها غير يعني الفضائح، فيها الجرائم، فيها كاع المصايب. هنا اون دوس بوزي لا بون كيستيون، لا بالنسبه للناس اللي هما كيلوحوا هاد لي فيديو ولا بالنسبه للناس اللي هما كيتفرجوا في هاد لي فيديو. كو فريمون سبوزي لا بون كيستيون، نشوفوا حنايا فين غاديين في هادشي كله. ما كنتمنى لانه الناس يهتموا اكثر بالابداع ويهتموا اكثر بالامور اللي هي كتفيدهم، الامور اللي هي ايجابيه، لان هادشي كله كيبقى سلبي. يعني بغينا ولا كرهنا راه كيأثروا مليون في المئه على الحياه ديالنا. الامور السلبيه كتخرج على الواحد، يعني كترجعوا اللور باللور، وكتخلي انه كيعيش في هذا الجو اللي هو سلبي. نتفاداو هذا الشيء، ماشي مصلحتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.